حياكم الله متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في تغطيه جديده. شانجان يوني في. شانجان كذا طلعت عن السوق وسوت حاجه غريبه، خرجت خارج الصندوق، طلعت المسار الخاص بيوني، منتج اليوني. في عندنا يوني في، في عندنا يوني تي، وفي عندنا عده سيارات من شانجان اللي هي من فئه اليوني. سيارات غريبه وكذا وشكلها جميل وعصري، حنتكلم عنها اليوم وحنشرح لكم اياها بالتفصيل الجميل، وان شاء الله باذن الله ما نطول معكم. بالحديث عن الواجهه او المقدمه للشانجان يوني في، نتحدث على اضاءات فل ال اي دي جميله مع وجود هذه الفتحات الحقيقيه اللي تساعد على انسيابيه السياره. لاحظ الشبك الغريب هذا اللي فيه الحساسات والكاميرا، وفي الاسفل فيه الرادار، وعندنا هنا كاربون فايبر بلاستيك جميل جدا يعطي شكل السياره مظهر رياضي. لاحظ انه عندنا هنا علامه شانجان في منتصف الصدام، ونلاحظ ايضا انه شكل المربعات هذه شكل جديد على السيارات. طيب لو تكلمنا في الجانب الايسر، اول حاجه نشوف الانسيابيه الخاصه بالسياره، وانا قربت من السياره الان ومفتاح في جيبي، ففتحت لي الابواب ومقابض الابواب خرجت الى الخارج. حنتكلم عليها ان شاء الله لما نقرب منها. نلاحظ السياره كيف شكلها جميل وانسيابي جدا جدا جدا، وحتى الكبوت فيه الانحناءات الجميلة اللي نازلة معانا على الرفرف وإلى نهاية السيارة. وفي شيء جميل أيضا لو نلاحظ عندنا، حتى هذه الزوائد اللي موجودة تعطي شكل كاربون فايبر جميل جدا، لكن هي فعليا بالبلاستيك. شوفوا من الأشياء الجميلة، حتى كلمة يوني تركوها على الشمعات وتركوا بصمتها موجودة في الإضاءة. لو جينا نتكلم على الكفر والجنط، لاحظ ان الكفر باللون الاسود اللامع الجميل، والكفرات من شركه كونتيننتال القويه. اما المقاس نتكلم على 235 45، وكبر الجنط 18 انش. ولاحظوا الشيء هذا انه علامه شانجان فضلت زي ما هي بلون الكروم اللامع. نتكلم على الجانب الأيمن من السيارة، نسوي تغيير اليوم. حتى النقشة والكفر اللي راكب على السيارة كفر رياضي، شوف النقشة نقشة رياضية وجميلة. والشيء الأجمل إنها ما تسبب ضوضاء للأشخاص اللي راكبين جوا السيارة. المراية لاحظناها باللون الأسود من فوق، فيها الإشارة، من تحت فيها كاميرا اللي هي من أصل 4 كاميرات، وهذه المقابض اللي هي داخلة في الباب. المفتاح في جيبي، فيها دخول ذكي والخروج الذكي. شوف معانا جميع المقابض تطلع وتدخل مع ضغطة زر. فتحة تانك البنزين ما هي موجودة في الجانب الأيمن، فتحة تانك البنزين موجودة في الجانب الأيسر. حتى خلفية السيارة خلفية جميلة جدا، لو نلاحظ عندنا شوف الإضاءات كيف شكلها جاي كأنها بلون أو بشكل مثلثات ومتصلة كاملة. نتكلم على كلمة شانجان، علامة شانجان، ونقدر أنه احنا نفتح الباب أو الهاتش باك من الخلف بضغطة زر، ونقدر نقفله بضغطة زر. علامة أو كلمة يوني في موجودة في الجانب الأيمن، ونلاحظ أنه عندنا 4 حساسات تحت، ديفيوزر، 2 شكمانات حقيقية، كاميرا، وأيضا موجود عندنا إضاءة الخاصة بإضاءة الضباب، لمبات الريوس موجودة هنا مع العواكس، هذه الكاميرا اللي تكلمنا عليها. السيارة صراحة شكلها من وراء مرة داخل مزاج. طيب إيش رأيكم نشوف القلب النابض المحرك؟ تفضل معنا. اما بالنسبه للمحرك، نتكلم على محرك 4 سلندر تيربو يولد 185 حصان و300 نيوتن متر من العزم. المحرك الجميل هذا مرتبط بناقل حركه اوتوماتيكي من 7 سرعات دبل كلتش، وطبعا المحرك هذا مزود بشاحن توربيني موجود هنا او تيربو، حتى يعطيك قوه اداء اعلى وافضل من اي مثيل لها. طبعا جوا لو نلاحظ موجود عندنا العزل حتى يمنع اي حراره تدخل على المقصوره، يعني عزل جميل جدا، انا شايف العزل دبل موجود جوا السياره. طيب لو جينا تكلمنا عن مقاسات السياره، نلاحظ انه مقاس الشانجان اليوني في كطول مع جبر الارقام 4.6 متر وعرض 1.8 متر، اما الارتفاع نتكلم على سيارة ارتفاعها 1.4 متر وهذا دليل انه السيارة ثابتة في الارض، لانه ارتفاعها مو عالي وراسية وجميلة في الخط.
نتكلم عن الداخلية. حياكم. أما بالحديث عن الباب الخاص بالسائق في شانجان يونيفين، لاحظوا عندنا هنا الجلد الطري، وهنا عندنا البلاك بيانو، حتى مقبض الباب أيضا بالبلاك بيانو، التحكم كامل بالشبابيك صعودا ونزولا بضغطة زر. عندنا هنا الجلد الطري واللون البيج والتطريز باللون البيج. مساحة تخزين موجودة هنا، وكب هولدر أو مثبت لقوارير الموية، أي شيء تقدر أنك تقفل. لاحظوا الرسمة الموجودة هنا، والسماعات سبيكرات موجودة هنا، وسماعة موجودة هنا. أما لو دخلنا إلى داخل السيارة، نلاحظ أنه امتداد البلاك بيانو موجود مع فتحات التكييف، تحكم بالمرايات وفتح الباب الخلفي، والتحكم بالإضاءات الأمامية صعودا ونزولا، فتحة البنزين، فتحة تانك البنزين، وفتحة الكبوت. خلينا ندخل جوا عشان نشوف الأشياء الجميلة الموجودة في الشانجان اليونيفي. تعالوا. شغلنا السيارة الآن، ولاحظوا عندنا هنا شاشات جميلة. عندنا 3 إنش، 10.2 إنش، وهنا موجود شاشة 8 إنش. نتكلم عن الطارة. أول شيء لاحظوا الطارة كيف شكلها، جميل جدا. وعندنا هنا الجلد بدقة تطريز البيج اللي هو نفس اللون هذا. هنا التحكم بمثبت السرعة التفاعلي، وهنا التحكم بالميديا والخصائص اللي موجودة في الشاشة. تقدر أنك ترفع نسبة الجير من هنا وتنزلها من هنا. طبعا الإضاءة أوتو من اليسار، والتحكم بمساحات الجزاز من اليمين. لو جينا نبدأ من فوق، هذه الشماسة ما تنسحب إلى الخارج، وعندنا هنا مراية بدون إضاءة. أما بالنسبة للمنطقة هذه فإضاءات موجودة فيها ليد. طيب المراية ما فيها خاصية التعتيم، ونلاحظ أنه عندنا هنا الجافيان ومغطي الواجهة كاملة مع الإضاءات الليلية الجميلة. لاحظوا التناسق في فتحات التكييف مطابقتها مع الديكور الموجود. ستارت انجن، التحكم بالتكييف كامل، تبريد للمقاعد الأمامية والمثلث التنبيهي، رفع درجة الحرارة أو نزولها، وتقدر أنك أنت تطفي المكيف من هنا أو تروح على الهوم التطبيقات وتيجي تطفي المكيف من هنا. خلينا نتكلم شوية عن الشاشة الجميلة هذه. الشاشة هذه طبعا السيارة فيها 4 كاميرات زي ما قلنا، تقدر أنك أنت تسوي تسجيل داش كام زي الداش كام. شوف الآن نقدر انه عندنا هنا تقدر تسجل من قدام، من الخلف، من اليسار، ومن اليمين، وهذه الاربع كاميرات. ولو تلاحظوا موجود هنا كلمة ريكورد، يعني الان موجود عندنا تسجيل على طول. اول ما يمتلي الذاكرة الخاصة او تمتلي الذاكرة الخاصة بالكاميرا، تحذف وتبني فوقها من جديد. لو لاحظنا عندنا هنا مثلا هذه الاشياء اللي صورتها السيارة سابقا. احنا الان واقفين هنا، هذه مصورات السيارة من اول. طيب نشوف مقطع جديد، نشوف مقطع جديد من هنا مثلا، ننزل تحت. هذه السيارة وهي ماشية مصورة لأي طارئ سبحان الله، يكون عندك داش كام موجودة هنا وتصور ترى تلقائي. طيب يا اخي انا بحذفها من هنا، حدد كامل حذف عشان تاخذ مساحه في الذاكره. طبعا السياره فيها الابل كار بلاي، وفيها النافيجيشن بيلت ان في السياره او موجود في السياره. طيب عندنا شاحن لاسلكي مع مساحه تخزين ايضا. الجير 7 سرعات زي ما قلنا، محاط البلاك بيانو وبالكروم. ار ان دي والبي اللي هو الباركينج موجود هنا الزر، وهذه وضعيات القياده 4 وضعيات اللي هي الايكو، نورمال، سبورت، وسمارت. تقدر انك انت توصل للكاميرات على طول من هنا، جاري الحفظ اللي انت شغال عليه، اوكي، جاري الحفظ الفيديو، ومن هنا تقدر تشوف الكاميرات مثلا احتجتها 2D او 3D. البريك الالكتروني مع زر الاوتو هولد الخاص بالوقوف عند الاشارات. 2 كاب هولدر، والكاب هولدر هذه مثبتات الاكواب فيها شيء جميل. طبعا ناهيكم عن الديكور اللي موجود هنا، في عندك واحد غميق وفي عندك واحد مو غميق. يعني لو عندك مثلا قاروره كبيره تحطها هنا امورك تمام، لو عندك قاروره صغيره تحطها هنا امورك تمام. هذا شيء جميل صراحه في السياره. وبما انه مفتاح في يدي، هذا مفتاح فتح اغلاق، فتح باب الشنطه الخلفي
وتشغيل السيارة عن بعد. في مساحة تخزين جميلة في اليوني في اللي هي هذه من هنا، فيها فتحة USB وفتحة ميموري كارد، وعندنا مخرج 12 فولت اللي يتحمل إلى 120 واط. ولا ننسى إن المقاعد الأمامية تحرك بالكهرباء وترجع بالكهرباء. بالنسبة للإيرباقات، السيارة ما شاء الله تبارك الله مليانة إيرباقات، إيرباقات أمامية وإيرباقات في المقاعد. وهذا بالنسبة للديكور الجميل اللي موجود هنا، حتى قصة الجلد يا أخوان جميلة والله بالسيارة. طيب في حاجة جميلة جدا أنا صراحة انبسطت جدا لما أشوف السيارة، اللي هي مساحة التخزين اللي موجودة هنا، فيها فتحة تكييف. فتحة تكييف تقدر أنك أنت تحط فيها قارورة موية تحفظ فيها البرودة وليس الثلاجة، فهذا الشيء صراحة جميل جدا. بالنسبة للمقاعد أو الجلد اللي موجود في الشانجان اليونيفي، حتى قصة الجلد لو تلاحظوها جميلة ومخرمة حتى تساعد على تبريد الشخص اللي جالس هنا. طبعا هذا التبريد الآن شغال، شغلناه من هنا كده طفينا. طيب شوف المساحة الخلفية وكيف الراحة في الجلوس فيها. تعال الآن أنا جالس في الصف الثاني مرتاح جدا. هذه المقعدة الآن مضبوطة على سائق طوله 170 سنتيمتر. لاحظوا أنه عندنا إضاءات كلها، كل اللي دي في السيارة التكايات. وهنا في شيء جميل أنك مثلا لو حاب أنك تعلق علاقة أو ملابس أمورك تمام. لاحظوا قصة المقاعد كيف، وهنا كمان تقدر أنك لو تبغى تعلق حاجة تقدر أنك تعلقها هنا. وفي مساحة تخزين تحط أي حاجة مثلا جوال صغير، أي شيء تقدر أنك أنت تستفيد فيه من هذه المنطقة. البلاك بيانو نفس الخصائص اللي موجودة في الأمام أيضا موجودة في الخلف، وهذا نزول الشباك بضغطة زر وصعود بضغطة زر. طيب مساحات تخزين موجودة هنا، فتحات تكييف موجودة هنا، حلوة علامة نكشة اليوني في اللي موجودة عند فتحات التكييف. مخرج USB للشحن السريع. طيب موجود عندنا هذه التكاية الجميلة اللي فيها اثنين مثبتات أكواب، ومساحات التخزين اللي موجودة في الأبواب. طبعا ما نسيت شانجان أهمية مقاعد الأطفال والسلامة، فموجود عندنا نظام الأيزوفيكس في السيارة اللي هي نظام أو اللي هو نظام تثبيت مقاعد الأطفال. خلاصة تجربتي لهذه السيارة، سيارة جميلة رياضية خارجة عن المألوف بصراحة، اقتصادية في صرفية البنزين، مكيفها ما شاء الله ثلاجة، اللهم صل على النبي. أنا للأمانة ما قد جربت سيارة شانجان إلا وكان مكيفها يبهرني برودته في الحر. طيب كيف أنت شايف عزم السيارة؟ عزمها جميل جدا مقارنة بأنه 4 سلندر 1500 سي سي تر. خلينا نشوف تسارع الشانجان اليوني في. أول شيء نحول وضعية القيادة إلى السبورت الرياضي، نطفي المكيف. أوكي بنزين وفرامل، بسم الله، 1 2 3. ما شاء الله، لا صراحة جميل والله جميل جميل، يعني أنا أشوف أنها تقدم مستوى ممتاز صراحة. راحة السيارة جميلة جدا، يعني أنا مرتاح في كل المقاعد سواء في الأمامية أو في الخلفية. شايفين الجمال هذا كامل، والمواصفات الجميلة والنعومة في المشي، كل حاجة جميلة في الشانجان اليوني في. تخيلوا أنه سعر السيارة هذه 75,000 بدون ضريبة، وإذا زدت عليها الضريبة صارت 86,250، وضمان السيارة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، أيهما أسوأ؟ أنا أشوف صراحة إنه السيارة هذه القيمة المستردة للشخص اللي حاب يشتري السيارة مقابل مبلغ، أنا أشوفها ممتازة جدا جدا. وسيارة إن شاء الله تمشيك أكثر من 6 سنوات إذا حافظت على صيانتها المنتظر. أتمنى إني أكون وفقت في تغطية هذه السيارة بالسهل البسيط. نشوفكم إن شاء الله في مقاطع جديدة.
استودعكم الله، اخوكم زكريا خلاوي من قناة القوة للدفع الرباعي، في امان الله.